جيت بابا على سلامتك. على السلامة أمي. إيش أحوالك؟ الحمد لله. خوه هم كعبة حوة تقليهم. مستدعين باش نتعشاو في دار رشيد ولد العواب. ذبح الولد فاروق. كمل قرايته. باهي حضر لي كعبتين حوة تقليهم لي وامشي فين تحب، أنا باش ندخل نرقد. الله يبارك. اسمعني أمي، أعطيني مفتاح الفيلا. الوي؟ إيش عندك فيه الفيلا؟ باش ندخل نعمل بانو. يا ولدي يصلح رايك، اختاني من المشاكل. يا امي باش نقص منها حيط، باش ندخل نعمل بالو ونكمد عظامي ونخرج. راجل اختك ما يحبش شكون يدخل داره في غيابه. راجل اختي في فرنسا شكون باش يقول له لحيوت؟ يعيش ولدي اختاني. برا هاك الدوش قدامك ولا مشي للحمام. يا امي راهي دار اختي، ايش فيها؟ كان دخلت عملت بالو. انت تقول ما فيها شيء. اما مولا الدار ما يحبش. يكفر خيره هو اللي اعطانا زوز بيوت نسكنوا فيهم. محسوب مسكننا محبه فينا، ما باش نعسلوا على الدار. قداش مرة الفيلا تتسرق قبل ما نسكنوا احنا؟ اي سحبني نعمل في بالك فرحانة هنا بسكنة بزوز بيوت؟ ثلاث سنين من اللي طاح دربوك هزيتش فيها حيط. يا امي مخب عليك حاجة، هاو كل شيء على يدك، اللي يعطيهم للرئيس نور الدين نجيبهم لك. لا نتكيف لا نشرب، بس تحبني نعمل اكثر من هك؟ اي مالا عايش ولدي اختاني، ما تدخلش لدار الراجل بالسرقة عليه، ما يحبش، هو حر في داره. يكسر رجليه كما زلت ندخل لها الفيلا. ما يسالش نكبر ونولي وقدو سي توفيق. شوفوا محلولة؟ محلول. حضر لي حويشي. يا لطيف ملش الهم. اي 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 لطف من اختك مصعبها، اكليتني فتيله بلا زيت، راني نمشي حداها ونندم. اش بيها زاده؟ اوه لا خليت لي ولا بقات لي، وهي لسقة كان في خديجة، تحب كان خديجة، وانا حقرتني وانا تكرهني. يا بنيتي ديها وشويها منك ومن راجلك ومن دارك ومن خنارك. يا نارها على روحها الحسودية، التو ما حبت تتهد. تتهد يا بنتي، الجبال تتهد ودليلة ما تتهدش، بنتي ونعرفها. حتى انا نحب الفرش. توحشتك 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 توحشتك. حطينا زيدا نعرفش باهي باهي. اي باهي. بابا 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 يا عسلامة بابا. الله يعينك. لباس عسلامة بابا. يا أحلى بنتي جمونة. توحشناك بابا لباسة. عيش بنتي عيش بنتي. على عينك يا رفيق. عسلامة بابا. ما سمعتنيش كي جيت. عسلامة باب. ميرة. شخطوا النهارين بالريح مواتية براني. تجري الرياح بما تشتهي السفن. دوكينا برشا حوت فيها. أنا لقيت بقعة أخرى بعيدة جي حكيت 10 كيلومتر على الدوكينا، قمرتهم بالجي بي اس. السلام عليكم. الله عينك. الله عينك. أهلا حاجة، وينك لاباس؟ الحمد لله نحمدو يا ولدي. تحب نحطو لك فطورة؟ أنا ماذا بيا ندوش قبل. بابا هاكا تبديلة متاعك فوق الفرش، وكان سحقيت حاجة عيط لي. صحيت. صحة بابا. صحة ايش بدي. يا امي شبيك ما قتلوش؟ تعالى شنو زادة. تحبنا نمشي ونهني وعفيفة ما تصير شيء، ولدها ولا طبيب وهي عاملة لما. يا علاه ما قلت شراجك وهزيتوني معاكم؟ مزالكش يوم يا اختاني، تو هي مهبولة وانت تزيد زغتلة في وذنها
ونعرفها من دار العوين باش نمشي لهم. المرأة جات واستدعتنا. تستدعى ولا تقعد؟ بوك نعرفه ما يحبش. يا ربي يا ربي نحب نخرج، فديت من حبسة الدار، وين باش يراني هولد الحلال باش يجي يخطبني؟ تهنى يا قبيرة، والله العظيم يلو كان كتب لك إراك حتى في المنام يا للا. فديت فديت من حبسة الدار، قلبي باش يترشق. يا ناس فيقوا فيقوا، راكم باش تقضيوا عليا. أوه مسكينة باش يقضيوا عليها. اللي محسوب جميلة هاي داخلة خارجة، جابت السيد من وذنوة. بالله اخطوني قالوا عليها سحن، واللي مكتبوا ربي طوي يصير. قوموا من خليقتي، فدتوني مررتوا لي عيشتي، تحركوا. شفيعة يا محمد، شفيعة يا محمد، مساكن اللي عنده طفلة ويا ويلو اللي عنده سبعة. ربي عينك عليهم يا بنيتي، يعينك ربي بجاه الرسول. زيد معك ما كذبش اللي سمك سليك الوحلين. شنية ألف مرة نبهت عليك، شنو هنا؟ إيش بك تغششت؟ أخوي معاش تسمعها من فم كلمة رجال. إيش بيها مربعك هاو والبقاي؟ كملوا لي فلوسي رجع لهم باسبوراتهم بالفيزا وتسكر الطيارة. فما زوز عندهم 10 ملايين دينار ناقص لي حال عطرية أنا. إيش نوى فرير ما تسعبهاش؟ ولاد نعرف عائلاتهم، فماش حاجة عندهم في الدار تتبيع وما باعوهاش. يا أخوي تحبش يكتبوا لك شيكات ولا كمبيالات؟ شوف صديقي أنا سبب الماء على اليدين، وزيد البورسنتاج متاعي نقسم فيه معك أكثر شي من هكا. ما اللي بتزيد تصبر عليهم شوي، فما حتى مشكل. يحبوا نرجع لهم فلوسهم باسبوراتهم يتفضلوا، يحبوا نحرقهم نبدلوا المفاهمة، يدفعوا 4 ملايين كهو فلوسهم تقعد في مكتبهم سهل. الولاد ما همش تاعت مرميد، يحبوا يخرجوا بكونترات وخدمة وفيزا وامورهم واضحة. ما اللي خلصوني خويا علاش يقلقوا فيا؟ شفي لك سي عماد، حاجتي بيك في موضوع وماذا بيا نتقابلوا غدوة. غدوة قبل تونس احكي معه. شفي لكم بالرسمي قبل تونس غدوة 8 متاع الصباح لازمني يكون في الخدمة. انا ايمن تقصر رقبتك. من اللي قال لي مش يكفي؟ وش قالك؟ قالوا لي انت تخدم مع واحد كبير. وش فيه هذه الناس كل تعرفني نخدم مع واحد كبير والكبير رب. اي انا في بالي تخدم عنده موظف في شركة من شركاته، ما في باليش بيك ذراعه اليمين. علو هذه ذراعه اليمين، معناها انا كان جيت ذراعه اليمين نبدا قاعد معك انت تو عسل. انا هكا سمعت ما عليناش، فما جميع شادين صحيح يحبوا يقابلوك. وانت ليش تصلح تعرفني من قبل حتى حد؟ شد كثرهم عليك. وانت مازلت ما نويتش تتشجع نعمل لك سوم؟ دبر على روحك، انا بلاستي ما بدلهاش، ماكل شارب متكيف والورودي ما في جيبي، والشعرة فيها بمليون. تحب نمشي غادي يحقروني ولا يخزروني على جنب؟ من حكي دافي دافي صاحبي، ظاهر ما كل عزوزة التوريست اللي تجيك هذيك. هذيك متاع شتاء وبر، اجا تفقد خوك في السيف تو تشوف الغلة بنواح. بصراحة نعاون في لطفي، حب يلحم عرفتها، قال لي فضيل الثني. زيد اللي فيكم فيكم. اللي فين على بر؟ أمنتي بيرك غرق وما تعطي جنب لحد. أنا بابا ما نعطيش الجنب، ونقول لك حاجة، أنت تحب نقعد نخدمه مع بعضنا سكر فمك وسد وذنيك. غاية على خير، ما بينتنا تليفون. ما كذبش اللي سماك سلك الوحلين من اللي نمس. أهلا بيك سبا. الحمد لله لاباس، انت شنو حالك؟ تي بربي روحي طلعت من الصباح وانا واقف باش يرضى سباب، كان الفلوس صرفهم على العشاء تاهم لي كان خير. تو هو يحب يتفاخر بيك، كان باش يعطيهم لك الفلوس شكون باش يسمع بيك ولا الطبيب؟ تي بربي عقلية تكسر الكرايب. شنو من هالولاني العقلية نتاعنا ما عادش تعجبك؟ حسيلو قولي ساعة وقتاش مروح البلاد؟ الويه شنو الويه؟ نحب نشوفك توحشتك. باش نتقابلك السريق ليه يطلع انت لتونس خير؟ نادي ما قلت لك عاد الدار خرجت منها، كان باش نعود نطلع لتونس يلزمني خلص شهر اخر كري. يا اخي كيدك هالشهر كري. باهي يا سيدي تو ندفع معك الشطر، تحب شي هك؟ يا سي فاروق اجي كامل خرج معنا الكراسي مولاهم عنده جاهز.
بيه بيه يعني خليك توا توا نعاود نكلمك من بعد. تشاو باي. سلام نور الدين. سلام سي نور الدين. هذا باش تدفع مع شطر فاروق؟ ما نعرفش. شطر متاع شنو؟ والله حاجه ما تخصكش. لا تخصني ونص. منين جاك باش تدفع الشطر انت؟ فيقه بيك قاعده تنقص مصروف راه. بربي. معيشتني على عظم بوك يا بعض في 500,000 في الشهر. كان عينك واللي يصرف انت وصرف لنا انت. انا مانيش على الفلوس. ما نحبكش تطيح من روحك على خاطر السي فاروق نتاعك هذا. انا نعرف ان انت ماشي في بالك واقفه معاه. اما الرجال ما يشوفوهاش هكا الحكايه وما يراوش بيه. ما تسنسوش باللقمة الباردة، خليه يتعب شوية، خليه يعرف قيمتك. صدقني إذا تسنسوني مد يد وتعطيه أول فرصة باش تجي باش يطلع الفوق، أول ما يعفس باش يعفس عليك أنت. أنا قلت لك وأنت دبر راسك. هاي تفضل يا ريس. هاي شيش. الله الله عليك يا رابح. أخي ما تقولوليش طول منصوبة قدام دار العوام مش فما؟ ودي تخرج طبيب عمل له عشاء. باي هاي فرصة برب شي هني وتصالح. كان عيني وفصل روح راه وسد عليك كما سد على الرجال الكل. ما يسألش تخليك خير منه. والله ما جاتش حتى ولادهم متعادين حياتهم بكل. علاش مش فرصتها تو باش ترجعوا لبعضكم؟ اش قال الرئيس؟ باش نقول لك يا جابر، رشيد حكيت معه برشا مرات ما يحبش يفهم، قلبه مازال معبي عليه. قالك إذا سي الحبيبي سكر القهوة تو نجي نكب عليه ونبوسه براسه قدام الرجال الكل، غير هكا وجهي ما يقابل وجهه كان نهار القيامة. جاك كلامي تو سي جابر؟ الله يهديه الله يهديه. تو قبل قلنا القهوة ضرت مرته مازالت صغيرة وأخته صبية في الدار معاه، خاف عليهم العينين. كيما توش مازال مناش خايف شي نساب كلها في الشارع. قالك خسرني برشا فلوس، الدار كانت تهلى على البحر رسات له قلبها، البيوت كانت مشرقه ولات مغاربه واضرب من هكلاوي. ايه قالوا كبروا البحر قدوم وشيك باب دار وطاروا نقيوا وحضروها. جيت. لا زدت قعدت شوية نص الليل مازال راهو تسعة توا. صالح من قلتك شنو رجعت تقابل فيه البحار متاعك؟ ميسالش ما هو انا كبيرة نعرف شنو يصلح بيا. بربي شو يقولوا علينا العبيت كي كل يوم وانت تروح معاه في انصاف الليلي. يا بنتي راهي البلاد صغيرة والناس الكل تعرف بعضها، ولا على خاطرنا براينية اكاها ونعملوا اللي يظهر لنا. نجوى عايش اختي اختانيا، انا هربة من خانقة خويتك في البلاد نجي لقاك انت هوني؟ ماني قلت لك 100,000 مره ما عندك مناش تخاف. مانيش نرضع في صبعي انا. بمرت شنو ماكش ترضع في صبعك؟ بمرت اللي نهار كامل تخرج انت وياه توا عندك فوق من العام؟ جيش خطبك السيد ولا زعيم كان ياكلك في فليساتك ويماني فيك بالكذب وانت مصدقته؟ على غالب هذاك ما عرفتي شنو هزت. كي نلقى خير منه تنبطل.